لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعينا الكرام. هنتكلم في فيديو النهاردة عن فنانين بلا مؤهل دراسي. الفنانة نادية الجندي بلا مؤهل دراسي. الفنان محمد رمضان حاصل على ثانوية عامة. المطربة أصالة بدون مؤهل دراسي. الفنانة شيرين رضا حاصلة على إعدادية. الفنانة سعاد حسني بلا مؤهل دراسي. الفنانة ليلى فوزي بدون مؤهل دراسي. المطربة صباح بلا مؤهل دراسي. الفنانة شادية بلا مؤهل دراسي. الفنانة عايدة رياض حاصلة على إعدادية. الفنانة ناهد شريف حاصلة على ثانوية عامة. الفنانة منى شلبي حاصلة على ثانوية عامة. الفنانة الجميلة نجلاء فتحي حاصلة على ثانوية عامة. الفنانة نبيلة عبيد حاصلة على ثانوية عامة. الفنان عمر الشريف حاصل على ثانوية عامة. الفنان أحمد رمزي حاصل على ثانوية عامة. الفنانة فيفي عبدو بدون مؤهل دراسي. الفنانة سامية جمال بدون مؤهل دراسي. الفنان أحمد رزق بدون مؤهل دراسي. الفنانة نادية الجندي بدون مؤهل دراسي. استنوني في فيديو جديد على قناة مشوار العمر. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زرار الجرس علشان كل الجديد يوصل لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.